دكتور، كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين قبل ختام البرنامج؟ والله أهم نقطة أريد أقولها لكل الناس. نعم. إذا صابك أي مكروه لا تنسى رب العالمين. قل الحمد لله. الله وأهل البيت موجودين، فلا تخاف. الحمد لله. وقل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، إشقد ما منطيك رب العالمين من قوة، أقرأ وتابع وطور نفسك بأي مجال أنت تحس نفسك به أنه أنت تقدر تبدع. إن كنت مهندس، إن كنت طبيب، إن كنت مبرمج، أي شيء. المهم أنه أنت ما تبقى واقف بمكانك. عاشت إيدك دكتور، نصيحة طبعا عظيمة وكبيرة لكل المتابعين.